السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو سمحت يا شيخ، بس كان عندي مسألتين. تفضل. المسألة الأولى إن أنا ولله الحمد بطلب علم الحديث ويعني تقدمت فيه بعض الشيء، يعني لازلت مبتدئ، لكن المشكلة في القرآن. أنا حفظي يعني أنا أحفظ 4 أجزاء ولا أستطيع يعني تثبيت الحفظ عندي، لا أدي يعني أنا لا أستطيع حفظه ولا تحفظه. لا مانع، احفظ قدر الاستطاعة، احفظ قدر استطاعتك، وقد ينبل الشخص في باب من العلوم ولا ينبل في علم آخر. الله ييسر له علما ولا ييسر له علما آخر. فإن حفص عن عاصم، نعم حفص متروك في الحديث، ضعيف جدا في الحديث، وهو إمام في القراءات. وعثمان بن أبي شيبة إمام في الحديث ولكنه ضعيف جدا في القرآن. وأصحاب رسول الله خلقهم الله وخلق الخلق كلهم أطوارا. فعمر عالم بسياسة الناس، لكن عمر يقول أقضانا علي، أعلمنا بالقضاء علي، وأقرأنا أبي، أعلمنا بالقراءات أبي بن كعب. فهمت؟ نعم فهمت. توكل على الله. وكم من عالم في الحديث لكن لا يتقن، لا يحفظ القرآن. فاجتهد أنت كي تكون هكذا وهكذا، وفقك الله واستعن بالله.